ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. اليوم نتحدث عن امرأة عظيمة، امرأة ذكية متميزة، هي أم من أمهات المؤمنين، وهي سيدة من سيدات أهل الجنة، إنها جويرية بنت الحارث، زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عن ماذا يا ترى أتحدث؟ هل أتحدث عن حكمتها أم عن جمالها أم عن دينها وأصالتها وبلاغتها وحكمتها؟ جويرية بنت الحارث كان اسمها برة بنت الحارث بن أبي ضرار، وكان أبوها سيد بني المصطلق. عاشت جويرية في كنف والدها في بيت يسوده شيء عظيم من الأصالة والكرامة والحكمة والبلاغة والفصاحة. جويرية بنت الحارث تزوجت من مسافع بن أبي صفوان، وكانت زوجة بها من الحكمة والذكاء الشيء الكثير. وبدأ الشيطان يتغلل في نفوس بني المصطلق، وظنوا أنهم أقوياء وأنهم سوف يستمروا على عبادة الأصنام والأوثان، عبادة الآباء والأجداد، فما كان منهم إلا أن حاربوا الله ورسوله. فقدر الله في أن ينتصر الحق على الباطل والإسلام على الكفر، فسبي من سبي، وثم سبيت جويرية بنت الحارث بسهم أصيبت به من ثابت بن قيس الأنصاري، ثم اتفقت معه بعد ذلك على أن تدفع له مبلغا من المال حتى يخلي سبيلها، ولكن شاءت الأقدار أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأتها عائشة رضي الله عنها عند باب حجرتها فتقول وهي تصفها: كانت حلوة ملاحة، وإني والله كرهتها عندما رأيتها تقف عند باب حجرتي، لما علمت أن رسول الله سوف يرى منها ما رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابنة سيد بني المصطلق، ولقد وقعت في سهم ثابت بن قيس الأنصاري، ولقد اتفقت معه على أن أدفع مبلغا من المال حتى يخلي سبيلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمته ومن معرفته بالعرب أنه يعلم أن بني المصطلق عندهم من الكرامة وعندهم من الصفات الحميدة أن لو دخلوا الإسلام لكان أمر عظيم للمسلمين. فقالها عليه الصلاة والسلام: ألك خير من ذلك؟ فقالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك كتابك وأتزوجك. الله أكبر. فوافقت جويرية، وكيف لا، ومن لا يوافق ومن لا يتشرف بصهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير من وطأت رجله الثرى بأبيه وأمي. وبدأت قصة النور في حياة الجويرية بنت الحارث، فلقد مشيت ممشى الصحابيات الجليلات وأمهات المؤمنات وأمهات المؤمنين، فلقد حذوت حذوهم في الزهد والعبادة والتقرب إلى الله، فلقد روت 7 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كما عند ابن عباس أن الجويرية بنت الحارث قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فرآها تذكر الله، ثم ذهب وأتى إلى منتصف الظهر فرآها لا زالت تذكر الله، فقالها: لا زلت على حالك؟ قالت: نعم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بكلمات لو وزنت بهن وزنتهن؟ قال: سبحان الله بحمده 3 مرات، ورضا نفسه 3 مرات، وزنة عرشه 3 مرات، ومداد كلماته 3 مرات. ولقد كانت مثلا عظيما في العبادة والزهد والتقرب إلى الله، فكانت تقوم الليل وكانت تقوم في خدمة زوجها وهي بها من الجمال وبها من العراقة والأصالة الشيء الكثير، فلم تأب بذلك. جويرية بنت الحارث توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفت وراءها تاريخا عظيما
وصفحات مشرقة من العبادة والتقرب إلى الله والحكمة والبلاغة. ولم يغريها جمالها ولا حسبها ولا نسبها، وأنها زوج للنبي صلى الله عليه وسلم في أن تترك العبادة لله، وفي أن تبتعد عن طريق الهداية والصلاح والرشاد. فهل أنتن متعظات يا نساء المسلمين؟ نعم، يا من اغتررت بجمالك ويا من اغتررت بحسبك ونسبك، انظري إلى جويرية بنت الحارث، فلقد ضربت لنا أروع الأمثلة في هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين، وأن يوفقهن لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.